حتى اليوم خويا انا درت كامبين ما صدقاش شحال شكون انت شحال شنو درت انا حليت ستور والباع ولقيت واحد البرودوي وطلقت ليه الاد امتاج البارح مزيان وشنو هذاك الشيء ما خدامش عشير انايا ضربت التامع ماشي جالسين بحال هكا تيفكر انا جاب برودوي انا برودوي نجي وني جبته ولا تبعه مشى ما وصلش صافي كتقتل راسك دخلت اونكاج دخل اللعبه وديك الساعه تعرف تلعب لا بلي ما نبداش الصراحه هادشي خصني تنسول صراحه خصني تنشوف صراحه خصني تن خصني صباح بخير كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير والف خير تريكي قصد ليا بها زعما 3000 اونلاين والله الا الله رديت ليها البال تبارك الله عليك خويا 3000 ديجا اونلاين تسناو الشباب يتكونيكطاو ماشي مهم شحال اونلاين المهم شنو تخرج من الافاده في هذا اللايف هذا الا ركزتي غتخرج بشي حاجه على الاقل فهمتي يعني الا ركزتي وحاول ديما ملي تمشي لشي بلاصه حاول تخرج بواحد المعلومه تمشي تطبقها فهمتي ذلك اضعف الايمان حاول سراشد مرحبا حاول الا كنتي في شي لايف ما عرفتش مشيتي لشي شي كور مشيتي لشي مدرسه مشيتي لاي حاجه مشيتي شي حصه قول خاصني نخرج من هذه الحصه هذه بشي معلومه وحده شي حاجه نمشي نطبقها ماشي معلومه على قش الاكثر عنده المعلومات عند الدراري كتلقى راسو معامر عارف ما كيطبقش ما كيديروا والو كيفكروا بزاف وسنه على سنه كيشوفوا بلي الاغبياء كيديروا شي حاجه بحياتهم مع احترامي للناس اللي عقلهم على قد الحال حتى انا واحد السيد عقلو على قد الحال فهمتي ما كنت على اخوان ذكي ولكن ما باغيش انا نكون ذكي احسن حاجه هي تنوض تمشي تخدم يوميا وهذه ما كيقدروش عليها الاذكياء واحسن حاجه هي تنوض وتمشي تعاود نفس الخدمه يوميا وهذه ما كيقدروش عليها الاذكياء وسولني انا لاني انا كنت في حزب الاذكياء وبزز باش درت داك السويتش لان ما يمكنش تنجح في الحياه الا كنتي ذكي كتفكر بزاف وما كدير والو هذا هو شخص ذكي شحال هادي انا ندير شحال هادي كنفكر بزاف فهمتي تصحابنا راه العالم خاصو شي خونه طياره وباللي لا حتى هما اللي درتها حتى انا هادي يديروها شكون هما اللي هادي يديروها في منظرك هادي يديروها الناس الاذكياء لا ما يديروهاش نضمن لك انايا كاملين فيهم الهضره وفيهم تيفكروا كيفكروا بزاف وكيدوا بزاف ولكن هي تجي ساعه الخدمه كتلقى شي جوج تقال مساكين فهمتي هي جوج دمادم بحالي جالسين هما اللي خدامين كينوضو يوميا كيهز طوموبيلتو ويمشي حتى للرباط ويخدم ويدوز نهار كامل ويرجع فهمتي وكتلقى الناس العاديين هما اللي ناس عادي الذكاء ديالو في المتوسط قل من المتوسط ما عرفتش المهم الذكاء ديالو المتوسط كيخليك انك تمشي تخدم يوميا وكتطمح وكتقاتل وكتستمر كان عندك الذكاء شي فوق الحد داك اللي قويتي فوتك تتكسير حتى تفوت اون فوا كتفوت 120 صافي ما بقاش معلم خدمه ديك الساعه صافي بالرجوع عقش دوزت الدراري هادشي ما تعطيكمش فهمتي شي حاجه عقش انا دوزت ديك الفتره اللي كنت ذكي بزاف فهمتي ديك ذكي مثلا ما تنخدمش كنفكر بزاف كندوي بزاف وما كندير والو في الاخر النهار ما كندير والو بالرجوله يعني شنو باش غادي ينفعني انا الذكاء هذا وانا ما كندير والو انا كنقول غير غدا نوض ما كنقدرش نوض لان عقلي بات خدام كنطير مع الطيور وفي الاخر ما كندير والو روح لو بغيتي الريزولطا تبان واحد البروسيس طويل ثقيل مريض ما تحتاجش الذكاء كيحتاج كتحط واحد الهدف وكتنوض ليه يوميا وكتخدم عليه يوميا وكتمشي ليه يوميا وكتقاتل على قبله يوميا والخطير في الامر كتعاود نفس الخدمه يوميا وفي الخصوصا ان نقول لك الريزولطا بلا ما تحاسب راسك على الريزولطا الا ضربتي اليوم ما كاين والو ضربتي غدا ما كاين والو ضربتي بعدو ما يبان لك والو ضربتي شهر ديال التمارين ما يبان لك والو ضرب 90 يوم ديال التمارين متابعه يبان لك واحد شويه بالرجوله يبان لك واحد شويه اللعبه هي تكمل تزيد واحد 90 يوم اخرى اون فوا تزيد واحد 90 يوم اخرى هادي يبان لك عاوتاني الريزولت حاسب راسك على كل 90 يوم الدراري بدينا اللايف باقي كاع ما بدينا ماشي مشكل الشباب حاسب راسك على كل 90 يوم عاد شوف الريزولت واش انا تنشوف شي وحدين اليوم خويا انا درت كامبين ما صدقاش شحال شكون انت شحال شنو درت انا حليت ستور والباع ولقيت واحد البرودوي وطلقت ليه الاد امتاج البارح مزيان وشنو هذاك الشيء ما خدامش عشير
انا يا ضربت التمر ضربت التمر تقول لك نقول في تيبني في الشمس هذاك اللي واقف في تيبني في الشمس ما قالهاش صاحبي قد جيت الصور والبارع وطلقت الادس البارع بغاو والله الدراري ما كان بال وحق الله الا كاين شي شباب في هذا الليفل هذا بغاوها سهله بغاوها سهله للدرجات وللاسف ماشي الايكوميرس الحياه كامله ماشي سهله الا بغيتي تكون ديفلوبر تبعك الخدمه وبغيتي تكون انجينير تبعك الخدمه وبغيتي تكون ارشيتكت تبعك الخدمه وبغيتي تكون لعاب ديال الكره تبعك الخدمه وبغيتي تكون بادي بيلدر تبعك الخدمه بغيتي تكون انفلونسر كدير هيستوريات في انستغرام واسمي تبعك الخدمه وتمارا وتجرجر في الكونتنت كرييشن بغيتي تكون هاكو الناس اللي كيضحكوا الناس تضحك الناس قدام الجمهور تضحك الناس ما عرفتش الدراري المهنه تدوي على اي حاجه باحترام انا ما عنديش ما قلت الاحترام كاينه الخدمه كاينه الخدمه ديال بصح كاينه الخدمه وتمارا فهمتي وديك طلع قدام الجمهور وما تخلعش وكذا كاينه الخدمه معلم كاينه الخدمه اي حاجه بغيتي ديرها كاينه الخدمه فهمتي يعني باش نحيدوا ديك القضيه ديال انا جيت البارح ضربت ول البارح ما درتش العاقه اليوم راه ما كايناش اي مجال ما كايناش فهمتي بما فيهم المجالات الممنوعين فهمتي انا عزيز عليا ندوي على كل شيء واخا جيت بغيت بيع الحشيش ما تجيش تبدا البارح ودير اليوم العاقه باش نتفاهموا لان نفترضوا انت ميك عليك المخزن خلاك تنزل بالبالز تبدا منين تجي تجيب البالز واحد منين تجي تبيعهم جوج دونك خصك تبني العلاقات دونك الا جيتي تبني العلاقات شحال خصهم سنوات سالات يا معلم بلا ما تبقى تستسهلوا اي حاجه يعني كاع تاع الجرب السربه حتى حاجه ما كدير بالسربه فهمتي ديك اللعبه ديال هذاك خونا راه داير غير بالحشيش حتى هو ماشي ساهل بالعكس هذاك مشي الطريق صعيب مع كامل الاحترام كاين الفرق في البيزنس كاين غير القانوني ولا قانوني حنا كندوي في القانوني خلي الخوت ديال لا قانوني هذوك صعاب علينا انا شخصيا فهمتي انا شخصيا كنعترف هذوك الدومينات كاملين لا قانونيين لا شرعيين هذوك هما اللي صعاب دير منهم الفلوس وهذوك هما اللي كتريسكي بحياتك وكتريسكي بالحبس يعني في الاخر اخرتها كتريسكي بحياتك اما حنا باش كتريسكي بفلوس الادز ولا كتريسكي بالبرودوي ولا باش تجي تريسكي داك راه تيريسكي بحياته كيريسكي بحياته في الحبس فهمتي يعني هذاك واحد الليفل اخر دونك اخوتي باش نفسر لك ان طالعين لنا واحد الدراري دي جون الله يكمل لهم بخير خاصو غير يفهموا بلي الحياه راه ماشي ساهله وماشي بسيطه وماشي كما كتخايل وماشي غادي تجي اي حاجه كتاخذ الوقت ندوزو الخوت كيفاش نختار البرودكت خويا كيفاش تختار البرودكت كيفاش نختار البرودوي تمشي ليوتيوب ملي تجي تمشي ليوتيوب تكتب سيمو لايف اطلع لك الشانيل ديالو هي الاولى عرفتي علاش هاد كيفاش نختار البرودوي غتلقى الشانيل ديالي هي الاولى وكاين واحد الصوره ديالي مدوره كليكي عليها موراها سير الفيديوز غتلقى فيديوز غتلقى واحد غتلقى تما واحد تيمبنيل فيها منتجات حققت بها الملايين تما غادي تلقى كاتب خطوه بخطوه طريقتي الدقيقه لكيف تجد منتج كيف تجد وتختار منتجات عليها طلب وكيف تستوردها وكيفاش تجيبها وكيفاش خاصها الخوت الرجل خاص اللي يجلس يقرا يجلس تكون عندك النيه ديال باغي تتعلم على حق الاسئله اللي كيطرحوا كتلقى 90% ديالهم جاوبت عليهم ديجا فديك الدوره اللي درت الدوره فين جات تلقى في الكونت ديالي ديال الانستغرام ميسالي اللايف دخل الكونت ديالي تلقى واحد اللين اللي هو simulife.com/blog/learn-e-commerce هاد كليكي عليها تلقى الفيديوهات مستفين بديتو من الاول حتى الاخر كنضمن لك غادي تولي فاهم الاي كوميرس وغادي تجيب برودوي ديالك وغادي تبيعو وما تحتاجش تشري البرودوي ديالك ممكن تدبر عليه ممكن دير سام بارتنرشيب ممكن هذاك تمايا فهاد المنتجات حققت بها الملايين شرح لك من ا حتى لزد كيفاش تجيب برودوي كيفاش تلقاه كيفاش تعرفو خدام قبل ما تشريه منين غادي تجيبو منين غادي تشريه كيفاش تستوردو كلشي فين ما كنتي في العالم صرح لك هذا الفيديو هذا ولا كنتي في المغرب راه صرح لك سورتو اني عطيت مثال بالمغرب كيفاش تعرف برودوي ممشي في بلادك سواء المغرب سواء الجزائر سواء مصر سواء الدول العربيه كيفاش تعرف عليه الطلب كيفاش تستوردو كيفاش تدبر فيه بشحال تبيعو كلشي الخوت اللي ما بغاش وكما قلت ديك الدوره اللي درت فيها من اتل زيد ومره مره كنبارطاجي الخوت اللي بداو كيدخلوا الفلوس وانا كنقول لك كاين اكثر من 2000 تروفي اللي هاد ياخذوها الناس اللي خدامين بيوكان اكثر من 2000 مغربي باع اكثر من مليون ديال الدرهم اش باقي باغي فهمتي يعني ها هما الناس خدامين والو كاين الناس اش داروا ناس انا تيعجبوني هذا
ناس عاجي عقلو ما تيفكرش بزاف، لان كما قلت في البدايه اللايف كل ما كتفكر بزاف كل ما عندك مشكل في حياتك. ناس ما كتفكرش بزاف، شافوا داكشي اللي درت مشاو داروا جاوا المبيعات، بداو تيفكروا في شي حوايج كبار، ولكن بداو تيجيو المبيعات وبداو تيليفرو وبداو تيفهموا، ماشي جالسين بحال هكا تيفكر انا جاب برودو انا برودو هادشي وني جبته ولا تباع ومشى ما وصلش. صافي كتقتل راسك، دخلت اونكاج، دخل اللعبه وديك الساعه تعرف تلعب. لا بالي ما نبداش صراحه، هادشي خصني تنسول صراحه، خصني تنشوف صراحه، خصني تن خصني 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 والايام وتمر. واحد خونا عقلو عادي تفكيرو عادي بحالي باليد، يقدر يكون تاد مدومه بحالي، غادي يخدم مزيان، غادي يمشي غادي يشوف شنو دار السيمو، كيفاش شرا دومين، كيفاش حل السطور، كيفاش شنو دار باش يزيد الارباح كما قال هو في ديك الدوره اوبتيميز السطور ديالو هكا. انا برودويات دواء عليهم كيبيعوهم هكا، اول انستالو البيكسل كيفاش ورينا انستالو البيكسل هكا، كيفاش كنقادو الفيديوهات اللي كتجيب البيع، الفيديوهات كتخليك تبيع بزاف، شرحهم بحال هكا مزيان، اجي نقاد انا فيديو صافي اجي نشوف كي دار الادز، دار الادز ساهله صافي بدا البيع. ما يمكنش الا ما درتي الا درتي هذا البروسيس هذا ما يجيش البيع، ديري داكشي اللي بارطاجيت في الدور.